ده الطريق اللي بيربط ما بين الدولي والايه والاقليمي، ودي كلها لحد من اول هنا لحد البيت اللي هنا، المحلات اللي هناك ديت والجزور هناك، ده كله اللي هما الاربعين فدان اللي يخصوني، لحد هناك الارض اللي هناك والجزور اللي هناك خالص. ده طبعا هي متشالة محجر عشان هننزلوها ربعها تحت شوية. فرصة هنا طبعا صف محلات وبيت، لان الطريق ده حبة 8 متر. احنا نازلين دلوقتي جايين من فوق، والشركة الشركة فوق عمالين بيكسحوا وظبطوا، هيوسعوا اكتر من كده 8 متر. طيب هنا الزيتون تمام، كان معرض الفدان على 235,000. والله الارض دي فاضية، هي كانت مزروعة بدنجان 160,000. طبعا ارض اللي في النص 40 فدان تمليك، ارض ملك خالصة، فيها بير هناك، البير ده ميته 800 في المليون، مية بتشرب منها عادي، انت تشرب منها. التربة بتاعته تربة رملية رائعة زي ما انت شايف. عايز بس طبعا هو عشان متشال عايز بس يتسوى كده، ودي صافي محلات وبيت. طيب شوف الزيتون هناك عامل ازاي تمام، شوف الارض اللي في وشي، الارض اللي في وشي ديت، دي ارض لسه مزروعه. الطريق طبعا دير ماري جرجس تحت في نص الطريق، هنا نازل على الاقليمي تحت. دي الارض طبعا مليها ميزتين او الحقيقه للطريق، الطريق اللي بيربط الاقليمي بالدولي. محلات جاري هناك، عامل محلات، بأجر المحل ب1000 جنيه. لها طبعا الطريق ده السريع، ولها كمان الطريق ده الجانبي، يعني ممكن الاربعين فدان يتقطعوا خمسات 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 او عشرات وتتسوح. يعني ما شاء الله ارض ومكان، واديكم شفت الزراعة حواليه عاملة ايه. فيديو تاني من الاتجاه الاخر للارض، دول جيراني زرعين سمسم، جيراني دول زيتون، شوف ساحة الزيتون عاملة ازاي. دي الارض، ارض رملة، سلام يمية لفها طبل، لفيها لفها بيوضة، لفها حجارة، لفها جير. طبعا كانت متشالة محجر، جوزي متشال بين جوز. الرصيف اللي بيربط الدولي بالاقليمي، دول جيراننا برضه زارعين زيتون. طبعا الارض متشالة محجر، فعايزة شوية تسوية بس. ده كله طبعا تبعي، هينزل هيشتريها ان شاء الله، هينزل بس اللودر ده ويسوحه. فين يسوحه؟ في الارض، في الارض. تراب رمل عامل ازاي ان شاء الله. ده أرض جراني، ده الجار بتاعي، حدود أخي ملكي، 40 فدان. شوف الزيتون عندي جار عامل ازاي، شوف الزيتون، شوف الشجر. شوف شجرة الزيتون، ده جاري كده، انت تقريبا عمره يا 6 سنين يا 7 سنين. ده الجزورين اللي بين مزرعتي ومزرعة جاري، وهوت
مزرعة دودة هناك.